حنا كنتواجدوا دابا في منطقه ديال جامعه ام زميز، منطقه العمليات. الهدف الرئيسي ديالنا هو الوقوف على جاهزيه الفرق الدوليه المتداخله من خلال يعني وضع واحد البرنامج اللي هو شمولي كيمكننا من تقييم حصيله العمل اليومي، العمل على ايجاد حلول واكراهات ومعيقات يعني هذه الفرق في الميدان، وكذا تحديد نقاط تدخل جديده. احنا تنديروا اجتماعات بشكل دوري وبشكل يومي مع الفرق المتدخله الاجنبيه باش نوقفوا على يعني العمل اليومي ديالهم على الارض. لحد الان لدينا فرق متدخله يعني من المملكه المتحده، اسبانيا، دوله الامارات، قطر الشقيقه. يتم تزويد السلطات المحليه بمخرجات هذه الاجتماعات بشكل دوري ومستمر لضمان التنسيق التام بين جميع الأطراف المتدخلة. الهدف الرئيسي ديالنا هو أننا نوصلوا هذه الفرق المتدخلة للمناطق الأكثر ضررا باش الناس يطمئنوا إن شاء الله بأن الأمور تحت السيطرة، وحنا نحاولوا نوصلوا لهم المساعدات في المناطق النائية اللي الطريق مقطوعة فيها.